اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. مرحبا بكم خوتي خوت الطلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غندويو على الانيتي ديال الكونستانت دو لا فيتاس ولا الكوفيسيون دو فيتاس. متفقين غنهضروا على الانيتي ديالها كيفاش كنجبدوه وكيفاش نقدروا منا نحدوا لوردر. الى عطانا هو لا كونستانت لا فالور ديالها كيعطيك مع الانيتي. من الانيتي تقدر تجبد لوردر اللي عندك, كتقدر تجبد لوردر جلوبال ديال لا رياكسيون كامله. متفقين؟ دونك حنا عرفنا ان الفيتاس كتكتب على هذا الشكل هذا, في ايغالا لا ديريفي ديال لا كونسونطراسيون سور لا ديريفي دو طون كتساوي هي واحد الكونستانت فوا بزاف ديال لي كونسونطراسيون. يقدر يكون واحد, يقدر يكون زيرو, يقدر يكون جوج, وقاينا غادي بحال ما هكا. متفقين؟ دونك هنا واحد الحاجه اللي كتبدل, يعني حيت كل كونسونطراسيون عندها مول بار لتر, سي مول بار لتر اخرى تولي مول او كاري سوغ لتر او كاري, يعني الانيتي كتبدل. وداك الشيء علاش الانيتي ولا الوحده ديالك حتى هي كتبدل معها. وداك الشيء علاش كنلقاو ان الانيتي ديالك كتغير من غياكسو لغياكسو واحد اخر. متفقين؟ دابا غنشوفو كيفاش نحدوها. اول حاجه خصنا نتفقوا عليها الانيتي ديال لا فيتاس, هذا الجروبمون هذا اللي هو الانيتي ديال الفيتاس, هي المول سوغ لتر مول باغ لتر سوغ لو طون اللي هو نديرو لو طون. هاد لو طون يقدر يكون بالسكوند, يقدر يكون بالمينوت, يقدر يكون بالاور. حنا كنديرو لو طون زعما جينيرال تي جينيرال. متفقين؟ و الكونسونطراسيون حنا عارفين ان مول سوغ لتر, دونك لا كونستانت هي اللي كنبقاو نحدو لها لينيتي ديالها. حيت هنا يقدر تكون مول بار لتر وحده, يقدر يكون بزاف ديال لي كونسونطراسيون, يقدر يكون هذا اصلا الكوفيسيون ديالها ديفيرون دو ان, يقدر يكون بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش غناخذ واحد جوج امثله ديال جوج ديال لي رياكسيون ونحاولوا نجدو الانيتي ديالها. شي حاجه ساهله الا جيتكم كنهضر بزاف راه هي شي ساهله ماشي صعيبه. دونك ناخذ مثلا الرياكسيون ديال ا بلس بي دون سي مثلا, غنديرو لوردر ان لوردر بارسيال ديال كل كومبوزون ايغال ا 1. دونك لا فيتاس كتساوي لا كونستانت ديال لا كونستانت فور كونسونطراسيون ديال كومبوزا اس واحد, حيت قلنا حنا غنفترضو عندنا انه كيساوي واحد غير باش نفهمو التمرين. حيت حنا كنكونو جاو ديال الاوردر غنحتاجو غير نجبدو الانيتي ديال اس واحد. متفقين؟ دونك هادي المول بار لتر وهادي المول بار لتر. دابا غنستعملو معادلة الابعاد باش نجبدو الانيتي ديال الكا. متفقين؟ دونك الفيتاس قلنا انها هي المول سوغ لتر سوغ لو طون كتساوي هي الانيتي ديال الكا, نديروها ما بين اقواس, المول بار لتر فوا المول بار لتر اللي هي المول اوكاري على لتر اوكاري. متفقين؟ دونك غندير هادشي كامل للطرف الثاني, المول اوكاري سوغ لتر اوكاري. متفقين؟ انه عفوا غيتقلبوا الى يعني مشاو للطرف الاخر, المول غينزل لتحت واللتر غيطلع لفوق, تولي اللتر اوكاري على المول اوكاري فوا المول سوغ لتر سوغ لو طون كتساوي الانيتي ديالك. متفقين؟ دونك لتر اوكاري شي الاوكاري مع اللتر اوكاري ديال المول هادشي مع المول. دونك غتبقى لك الانيتي ديالك هي اللتر سوغ مول سوغ لو طون. متفقين؟ في الكا ديال هاد الرياكسيون هادي هادي الانيتي ديال لا كونستانت دو لا فيتاس. وضروري تحط الانيتي, علاش؟ حيت الا حطيتي لا فالور بوحدها الانيتي حتى هي كتعتبر جزء من السؤال, حيت كتبدل. كون كانت غير كونستانت نقدر نقولو انه قدر يتساهل معاه, هي كتبدل. دوك تقدر تكون انت ما عارفش كيفاش تجبدها ولا شي حاجه, دوك ضروري تحطها حتى هي مع الجواب, تحط لي الفالور وتحط لي الانيتي حدا. متفقين؟ ناخذو رياكسيون اخرى اللي غناخذو اوردر 3 جلوبال 3 ك فوا ناخذو ندير رياكسيون مثلا ا بلس بي نفس الرياكسيون وكنبدل غير الاوردر. مثلا نعطي ا نعطي جوج, عندو قلنا حنا غير افترضنا ماشي زعما في التمرين انت غتكون جبدتيهم ياك, وغتخدم هادشي اللي كنخدمو دابا.
هنا مثلا يدير بين دراهم 1.5 متفقين. بنفس الطريقه الفيتاز هي المول بار لتر معادله الابعاد مول بار لتر سوغ لو طون كتساوي هي لينيتي ديال الكونستانت فوا المول او كاري سوغ لتر او كاري فوا البي اللي هي المول اس 1.5 على اللتر اس 1.5. دونك غنجمع هاد الاس وغندير للطرف الاخر 2 + 1.5 هي 3.5 تولي هي اللتر اس 3.5 على المول اس 3.5 فوا المول سوغ اللتر سوغ لو طون. متفقين على هاد الحوايج. دونك غنختازل المول غيمشي مع واحد لواحد من هاد الجو من 3.5 تولي عندك 2.5 وهادي نفس هادي غتولي 2.5 حيت غنختازلو مع اللتر. اللتر يمشي مع اللتر والمول يمشي مع المول. دونك كتبقى لك هي اللتر اس 2.5 على المول اس 2.5 سو لوط كتساوي هي لينيتي ديال لا كونستانت دو لا فيتاس. متفقين. دابا عرفنا كيفاش كنحدو لينيتي ديال الكونستانت دو لا فيتاس. دابا غنجي نشوفو كيفاش نقدرو اننا نحدو من لا كونستانت دو لا فيتاس الى عطالينا في التمرين نحدو لوردر جلوبال ديال لا رياكسيون باستعمال الانيتي دو لا كونستانت دو لا فيتاس. هو في التمرين كيكون عاطيك لا رياكسيون مثلا ا دون بي لو سي وجاتك مثلا لا كونستانت دو لا فيتاس ايكال 5 لتر بار مول مينوس مثلا. متفقين. عطاك لا فالور ديال لا كونستانت وعطاك لي دوني اللعيبه قال لك حسب ليا لورد جلوبال. انت غير من هاد لينيتي ولا رياكسيون تقدر تجبد لورد جلوبال ديال لا رياكسيون. نديرو دابا لا فيتاس ديالنا لا فيتاس ايكال لا كونستانت فوا الان عباره نديرو عباره عن كونسنتراسيون. نديرو معادله الابعاد لينيتي ديال لا فيتاس هي المول سوغ لتر مينوس حيت هو عطينا لو طون بالمينوت كتساوي هي الانيتي ديال لا كونستانت دو لا فيتاس اللي هي هادي لتر سوغ مول مينوت فوا. ندير واحد الان اللي قلنا انه عباره عن كونسنتراسيون اللي هو غنجبدو منه لوردر جلوبال ديال لا رياكس. متفقين. دابا غندير هادشي للطرف الاخر شي يولي عندي تولي عندي المول فوا المول مول كيلتاش غيجينا يطلع الفوق تولي المول او كاري اللتر او كاري المينيش كيلتاش هنا هنا يطلع الفوق غتختاز لك المينيش مع المينيش وغتبقى لك الان والاوردر جلوبال ديال لا رياكسيون هو هاد الاس ديال المول ولا الاس ديال اللتر. متفقين. هو اثنان اثنان هو الاوردر جلوبال ديال الرياكس. متفقين. ناخذ شي مثال من هذوك الامثله اللي خدمنا عليهم في الاول. هذا هو المثال الثاني اللي خدمنا عليه قبيله غنجبدو منه الاوردر جلوبال. الاوردر جلوبال قبيله كان عندنا هو 3.5 الى عقلتو كان 3.5 دونك دابا غنجبدو الاوردر. نحن نجبدو دابا لا فيتاس ايكال هي لا كونستانت دو لا فيتاس فوا واحد الكونسنتراسيون اللي قلنا انها هي ان نسموها هي ان. دونك غنديرو معادله الابعاد لينيتي ديال لا فيتاس هي المول سوغ لتر سوغ لو طون حيت هنا عطينا لو طون ما عطيناش لا مينوت لا سكون عطينا جينيرال كتساوي هي للكونستانت ناخذ لينيتي ديالها اللي هي لتر اس 2.5 على المول اس 2.5 سوغ لو طون فوا لينيتي ديال ان. علاش كنديرو ان وما درناش كل واحد بوحدو حيت كنجبدو حنا لوردر جلوبال ما كنقدروش باستعمال هاد الميثود نجبدو لوردر بارسيال ما نقدرش نجبدو لوردر ديال الكومبوزي ا بوحدو الكومبوزي بوحدو لا كنجبدو لوردر ديال لوردر جلوبال يعني مثلا كتبوها لا فيتاس كونستانت ا اس الفا بي اس بيتا
هنا كنجبدو الفا بلس بيتا يعني الاوردر جلوبال المجموع ديال لي زوردر بارسيال هو اللي نقدر نجبد متفقين دونك غندي هادشي للطرف الاخر غتولي عندي هي المول اس واحد هذا غيطلع عند 1.5 زائد واحد عفوا 2.5 تولي 3.5 على اللتر 3.5 لوطون غيطلع الفوق غيتختاز هاد لوطون مع هاد لوطون حتى يطلع الفوق هنايا دونك اش غتساوي لك هي لينيتي دو ان وهاد الاس هذا هو الاوردر الاوردر جلوبال دو لا رياكسيون هو 3.5 هو اللي خدمنا عليه قبيله في التمرين لاحظوا معايا ان ديال لافيتاس ديالو لافيتاس كتساوي ك اس عفوا ا الكونستراسيون ديال الكومبوزي ا او كاري فو بي اس 1.5 الا جمعناهم غيعطوك 3.5 اللي هي الاوردر جلوبال ديال لا رياكسيون وهكا غنكون تعلمنا كيفاش نجبدو لينيتي وايضا الاوردر انطلاقا من لا كونستانت دو لافيتاس واش اللي كاين تسو سبسكرايب لايك حيدو سبسكرايب يطلع لكم واحد الجرس تما تشوركوا عليه باش الفيديو اللي حنا يوصلكم واش اللي كاين تهلاو بيس.